في جزء بيبقى قاصد الكذب بالفعل، وفي بالظبط. جزء بيبقى من وحي خياله هو بينسج حدوتة ورواية صحيح من كتر ما هو بيبقى عنده ملكة التأليف ويزود بالظبط حاجات ويضيف بالظبط. حاجات ويحط حاجات. كذب أنواع؟ يعني زي ما تقولي يا لميا، لو حبينا نعرفه الاول يعني الكذب، لانك انت لما هتعرفي التعريف تقدري تطلعي منه لانواعه. يعني الكذب تعريفا هو انك انت بتتعمدي تقولي حاجه مخالفه للحقيقه، وحاجه بتبقى لفظيه، لانه لو كانت فعل بيبقى اسمه غش، فلو لفظيه بنسميها كذب. حاجه بتقوليها مش مطابقه للحقيقه درءا لمكروه او جلبا لمنفعه. تمام. ده النوع المثالي المعتاد. يعني في الكذب التخيلي اللي هو ما نقدرش نسميه بقى كذب، نسميه خيال. طفل لا يقصد، ليس هناك تعمد، ولكنه بيتخيل شيء وبيقول اللي شايفه. ودي بقى فتره فيسيولوجيه طبيعيه للاطفال، بتقول انا رحت لعبت مع سبايدر مان وكان موجود ومش عارف ايه، بقول له ما تقولش كده، انت شفت سبايدر مان، اقول انا لعبته، يكتشفوا بعد كده في المدرسه انه اللي قال عليهم مش موجودين. هو ما كانش بيكذب وما كانتش الحقيقه، بس هو بيتخيل، ودي فتره لازم انا احترمها برضو. يعني هو فعلا بيشوف، بيتهيأله انه بيشوف لا حاجات، هو ولا هو بيحلم ان هو نفسه يعمل ده يعني هو فبيصدقه؟ بيبدا زي ما انت يكون عندك مثلا بازل وبداتي تعملي فيها حتت، وبعدين هو بعملياته العقليه بيكون الباقي، بيرسم الباقي. انا قابلت طفل وسلمت عليه، الطفل ده عجبه ورجع البيت، فبيقول ده انا لعبت معاه وخرجنا مع بعض ورحنا الجنينه. انا لازم احترم الحته دي، لان دي بتساعد على اولا بتخرج اللي جوه ما يتمناه، وفي نفس الوقت بتزود الفوكابلري او الثروه اللغويه بتاعته، وبتنمي تعريج المخ بتاعته. وبالتالي بتعرف الام او الاب يعني ايه ابنه، اللي جوه الطفل؟ تفكير ابنه ممكن يكون عامل بالظبط ازاي. بالظبط. بلس النوع الثالث والاخير اللي برضو انا بكلمك كلامي على الحاجات اللي هي بتبقى مش موجوده وهو بيقولها، زي الكذب العادي اللي قلنا عليه، زي التخيل، زي بقى في حاجه اسمها الهلاوس البصريه، ودي مرضيه. بس خدي بالك برضو يعني المرضي، لان كل الاعراض النفسيه في الاطفال، ها كل عرض، يا رب هلوسه، يا رب كذب، عدوانيه، الفاظ مش عارف ايه، كل حاجه لازم الاطفال هتمر عليها كلها طبيعي. لازم. امتى بنقول الطفل ده مريض او ده اضطراب سلوكي؟ لما الامور بتزيد قوي عن الحدود لدرجه طب ملفته الفترة للاخرين. اللي حضرتك يعني بتقول قصدي اقول فيها، لك، اتفضلي. يعني انا قصدي الهلوسه البصريه فيها جزء صحي ممكن، يعني ممكن لميا تبقى قاعده تقول طبيعي، تقول مش في حد عدى من هنا دلوقتي، بتحصل معانا، بقى هو دي مفيش حد بتحصل معانا عدى، كلنا، اللي هو بتحصل معانا، احيانا بس يتخيل بنسب ايه؟ شيء معين. معقوله. طبعا. انما مش كل شويه، لا انا بقول في حد كل يوم وكل شيء، يبقى في حاجه مرضيه. بس فدي الانواع، ده اللي كنت عايز اقوله. في المرحله اللي حضرتك بتقول عليها اللي هو بيتخيل فيها انه كان مع حد او بيلعب مع حد، او لحد سن قد ايه ده نقول ان سؤال ده حلو طبيعي؟ قوي. البري سكول كلها، لان دي كمان فتره اختلاط الاطفال من 3 سنين وانت طالعه لحد تقدري تقولي 5 اب تو احيانا ل6 سنين اللي هي اولى ابتدائي. احيانا بنرسم المفروض اكتر من كده، يعني اقل من كده مش متوقع ان الطفل بيبقى لسه ذكائه ولسه ما عارفش حتى يعبر، لكن بدا يتكلم وبدا يقول، ممكن يرسم وانت بتساليه على الرسمه دي يقول لك ايوه ده الولد ده بيلعب معايا، احنا كنا بنلعب كوره ورحنا المدرسه وحصل مش عارف ايه، وبدا يحكي لك قصه طويله. انا بقول للاباء والامهات هنا اشتروا واسمعوا وخدوا ونموا شويه، بس اعملوا حركه واحده. يعني عشان بعض الناس يقولك طب انا يا دكتور امشي معاه في الكلام ده، يعني ده كلام مش صح، يبقى انا كاني مصدقه كذبه او كاني انا بساعده على انه. بقول لها لا، ما تيجي مثلا ساعه الاكل، يلا حبيبي بقى نقوم نلعب، نقوم ناكل مثلا، او نقوم نتفرج، يلا بابا نازل، خلاص حط بقى قفل حاجاتك وسبايدر مان بقى وباتمان والكلام ده حطهم، يلا وتعالى نطلع. يبقى انا ايه، محترمه اللي انت بتقوله، وقفلت وفي الموضوع نفس ما الوقت خليتوش قفلته وبعت صرح لك اكتر. رساله ان يعني احنا بنهزر مع بعض. على فكره عايز اقول لك حاجه، انه يعني ما هو من ضمن الاعراض، يعني خد بالك انت، ما الطفل بيتخيل وبابا اتهمه بالكذب، ده اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. الطفل بيكلمك عادي بيقول لك سبايدر مان، اوكي هو مش حقيقه، هو بيرسم خياله، فانت قلت له لا كده حرام، كده ما تكذبش، انت بتوتر الطفل، لان هو برضه بيتكلم بطريقه فسيولوجيه طبيعيه، انت اللي حسسته انه اللي بيعمله تصدمه. ودي حاجه مش ظريفه. يعني هو بابا بيعمل معايا كده ليه؟ انا بحكي قصه، سيب الطفل يفك ويقول اللي في خياله. لو قفشت عليه مره واثنين وثلاثه، اللي هيحصل اولا انه هيشعر بان في حاجه غلط، انا مذنب، في جلد، في ذنب انا عملته، مع انه ما عملش، فهيخليه اولا ممكن يبطل الكلام.